يعني سيان بقى مع الاب او الام. طيب المهم طبعا حضرتك ناخد خالد. ماشي استاذ خالد اتفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تحياتي لحضراتكم جميعا. شكرا. اتفضل حضرتك. دلوقتي احنا بنطالب بالرعايه المشتركه. احنا مع مصلحه الطفل زي حضرتك ما ذكرتي. اين توجد مصلحه الطفل فهو احنا معاها واحنا بنأيدها. تمام؟ ايوه. احنا دلوقتي انا راجل منفصل بقالي مثلا 8 سنين. وطبعا ما طلبتش ولادي ان انا اشوفهم رؤيه لان انا رافض ان انا اشوفهم في الرؤيه. وبدفع نفقات ودافع نفقات ودافع كل حاجه ومحروم منهم. هل طيب. دلوقتي يعني ابني دلوقتي هم عندهم كام سنه؟ واحد عنده 13 واحد عنده 15. اللي عنده 13 واللي عنده 15 مش محتاج الاب في حياته علشان يقول له ده صح وده غلط؟ اكيد طبعا. انا دلوقتي لما بقالي 8 سنين ما شفتهمش. انت بقالك 8 سنين ما شفتهمش خالص؟ إيه ولا بيشربوا ايه؟ نفسي اخدهم في حضني. اب انا طيب. يعني اب. طب حضرتك بتقول انك بتنفق عليهم يعني بتدفع نفقاتهم وبتصرف عليهم، ايه المانع ان انت تشوفهم؟ دافع كل نفقاتهم يا فندم. ايوه ما حاولتش ان انت تشوفهم؟ انا بحاول اشوفهم بس رافضين ان هم يشوفوني. هم مش عايزين يشوفوني. سنهم قد ايه؟ 13 و15 دلوقتي. الولاد اللي مش عايزين يقابلوك يا استاذ مش كده؟ الولاد يا فندم من اللي سامعينه واللي شايفينه ان ابوكم ده مذنب وعمل وسوى رغم الحمد لله انا ماشي بما يرضي الله. طيب شوف حضرتك، هو طالما الموضوع خرج من الزوجه او الحاضنه سواء الزوجه او امها للاولاد نفسهم، اصلا في راي في الشرع راي الامام الشافعي رحمه الله ان الاولاد بيخيروا، يعني الاولاد ليهم اراده. ايا كان هم بقى اللي ساقوهم الكراهيه فيك وكده ومخلوهم مش عايزين يقابلوك، هو ربنا هيحاسبهم. اسمعني بعد اذنك معلش عايزين نوضح حاجه. هو متجوز مش على يعني الامام ابو حنيفه؟ احنا مش لا يا فندم، لا يا فندم، في يعني قانون إيه دخل موضوع يعني قانون الرؤيه في الموضوع. قانون الرؤيه مش مقصور على الامام ابو حنيفه، احنا المذهب المقدم في مصر المذهب الحنفي. لكن احنا مصر كلنا متفقين ان احنا لما بنتجوز على يعني لا على المذاهب الاربعه المعتمده. على مذهب الامام ابو حنيفه ده كلام. ده حضرتك بتقول كده حضرتك مأذون يعني. انا ما اتجوزت اتقال كده، فاحنا لازم ناخد حته من الشافعي حته من المالكي، واحنا اصلا متجوزين على الامام ابو حنيفه. ده قانون اسره مش انا. استاذن حضراتكم نسمع المتصل. انا عايز اقول لك بس نصيحه. في لجنه عملتها دار الافتاء مؤخرا اسمها لجنه لم الشمل، اسمها لجنه لم الشمل. حضرتك ممكن تتوجه لهم دول في القضايا المستعصيه اللي خرجت عن نطاق الشرع والقانون وعجزوا قدامها، زي قضيه حضرتك الولاد مش عايزين يشوفوك ايا كان، حتى لو ما كنتش منفصل عن والدتهم ممكن يروحوا بين حد من الاقارب يقولوا احنا مش عايزين نشوف بابا ولا اي حد. ولا اي حد من اقارب الاب. اقارب الاب ده عمل جريمه لن يعني ما فيش تهاون فيها. ابوكم ده جزار عمل جريمه ما ينفعش يتهاون فيها. لو هم كذبوا في الامر ربنا هيحاسبه. انا بقول لك بنصح حضرتك تتوجه لدار الافتاء المصريه تطلب لجنه لم الشمل، وهم بينظموا وفد من الشيوخ الافاضل بيروحوا بيت اهل الزوجه وبيقعدوا هم مع الاولاد. طبعا هم لما هيقعدوا مع الاولاد هينصحوهم نصائح طيبه. انا دلوقتي راجل بطالب بالاستضافه، انا ليه ما اخدش الاستضافه كاب؟ عايزهم ياخدهم يباتوا عندهم. حضرتك اصلا هو مش حضرتك كنت بتقول انك رافض انك تاخدهم بالرؤيه؟ رافض الرؤيه يعني. أيوة يعني انت رفضت انك ترفع قضيه رؤيه الشباب عشان ده. هو رافض الرؤيه. انا هقول لحضرتك على حاجه ادميه المفروض. تمام. هو حضرتك حقك طبعا ان انت تشوفهم وحقك تشوفهم في مكان يكون يعني بيحفظ ادميتهم زي ما حضرتك بتقول، لكن الفكره دلوقتي ان هم كبروا زي ما يعني زي ما واضح كده 13 و15 وفات 8 سنين عمر كبير يعني مش قليل. فانا شايفه ان النصيحه اللي الدكتور شريف بيقولها لحضرتك دي نصيحه كويسه قوي يعني. طب. ناس هتروح تقعد معاهم تتكلم معاهم وتفهمهم. بس هي مش ملزمه للطرف الثاني يعني. هم لو استدعوهم في اللجنه وما جوش خلاص ممكن ما تجيبش نتيجه لان ما فيش حاجه ملزمه. هروح جاي لحضرتك. حاضر. طب ما ينفعش تخالف القانون. استاذ خالد عندك حاجه تاني؟ ايوه يا فندم. انا دلوقتي بطالب بالرعايه المشتركه. طيب. المشكله ان الاب يستضيف اولاده في بيته.
ماشي. احنا بقى احنا النهارده هناخد كل توصياتكم انه يخلف وبعد كده يترمي. هناخد توصيات حضراتكم ونرفعها يا فندم، يعني نشوف المتخصصين ونرفعها. شكرا لحضرتك يا استاذ خالد. طيب انا عايز خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.